مرور 4 سنوات على استشهاد النقيب مؤمن عادل نعمان، لا زالت أسرته الصغيرة يسيطر عليها الحزن. الأسرة الحزينة أرسلت رسائل لتهنئة الشرطة في عيدها، مؤكدة أنها صمام الأمن والأمان. ضحينا بولادنا عشان البلد، وإحنا عارفين أن كلكم أقسمتوا على التضحية عشان مصر ترجع مصر زي ما هي، وفي مكان أعلى وفي مكان أحسن. وزي ما قال الرئيس، البلد مش هتقوم إلا بتضحياتنا، وإحنا كأسر شهداء بنحيي كل رجال الشرطة وكل الشهداء، وبنقول يا رب مصر دايما لقدام، يا رب مصر تبقى في مكانة عالية وتكون شبابنا قد التضحيات اللي بيشوفوها. الضابط الشهيد استشهد في عام 2015 في انفجار مدرعة بالعريش أثناء أحد مداهمات أوكار الإرهاب. بقول لكل ضابط وجندي مصري في الشرطة المصرية وفي الجيش المصري، بس بأخص النهاردة الشرطة المصرية، بقول لهم كل سنة وانتوا طيبين، كل سنة وانتوا عطائين، كل سنة وانتوا واقفين على رجليكم ثابتين بتحمونا وبتحموا البلد. أكدت الأسرة أيضا أنها ضحت بأغلى ما تملك من أجل مصر، وأنها على استعداد لتقديم أي تضحيات أخرى للوطن.